لفائدة منتخب غامبيا الذي يفاجئ المنتخب الجزائري في الدقيقة 26. 1-0 يأتي ما لم يكن في الحسبان. السيطرة لا تعني التفوق في المباراة، وهذا سيفتح شهية اللاعبين الغامبيين ليثيقوا أكثر بالنفس. منتخب غامبيا يفعلها ويتمكن من إحراز الهدف، وهذا يعيد السيناريو الذي كانت قد عاشته العناصر الجزائرية في مباراة إفريقيا الوسطى، عندما تمكن منتخب هذا الأخير من الفوز على الجزائر بهدفين مقابل صفر. إذن 1-0 لفائدة المنتخب الغامبي في هذه المباراة. الهدف الذي جاء في الدقيقة 26. لاحظوا مرة أخرى التمريرة والتوغل داخل المنطقة ديال الجزاء، يعني ربما هنا لاحظوا في الوقت اللي عنه يعني اللاعبين بحثوا على ضربة الجزاء، لاحظوا هنا المرور ديال، وهذا كيذكرني بالهدف ديال اللاعب السعيدي اللي تلعب أيضا بالمنتخب الجزائري في نفس تقريبا نفس المكان، تمكن انه يراوغ ويتمكن انه يسجل. اللاعبين ربما كانوا تخوفوا من الاعلان عن ضربه جزاء، يعني خلاو اللاعب يلعب بارتياح شيء يمكنه انه يتمكن من وضع الكره وسط اللاعبين كيتمر داخل منطقه الجزاء. الحارس والهدف لفائده المنتخب الجزائري، فعلا الهدف لفائده المنتخب الجزائري، وعنتر يحيى واللي تمكن من احراز الهدف. اللاعب اللي كان جاء بالخلاص لفائده المنتخب الجزائري امام المنتخب المصري في اطار المباراه الثالثة والفاصلة واللي كانت بالخرطوم، والتي أهلت المنتخب الجزائري إلى نهائيات كأس العالم. يعني لم تكن التغطية في المستوى المطلوب، الحارس بالدور ديالو أخطأ في إيقاف الكرة وساهم في هذا الهدف، ويمكن إلقاء اللوم على الحارس في هذا الهدف. لو انتهت مباراة بالتعادل فغيكون الحارس هو اللي تسبب فيها النتيجة المسجلة حتى الآن، وعنتر يحيى كان أقرب من الكرة وتمكن أنه يدفع الكرة إلى المرمى. إذا الهدف المدرجات خاصة المليئة بالمتفرجين ديال المنتخب الغامبي تمريرة داخل المنطقة ديال الجزاء، وتدخل الدفاعي اللي يبعد الكرة، كترجع الكرة لفائدة المنتخب الجزائري، والهدف الثاني. الهدف الثاني لفائدة المنتخب الجزائري في غولي كما قلت، اللي هو مستقبل كرة القدم الجزائرية، واللي كيلعب بنادي فالونس من وادي 1989. يتمكن من إحراز الهدف. ماذا هناك؟ هل ألغي الهدف مرة أخرى؟ هناك حديث يعني يحتسب الهدف لفائدة المنتخب الجزائري والذي يسجل التفوق هنا في العاصمة غامبيا. بانجول هدف ثاني لفائدة المنتخب الجزائري. لاحظوا الضربة الرأسية وعودة الكرة، ولم يبهل الكرة ويسدد، والحارس لم يقوى على صد هذا الكرة. إذن الهدف الثاني لفائدة المنتخب الجزائري في هذا الأثناء في المنافسات ديال الدور الثاني المؤهل لمنافسات كأس إفريقيا الأمم 2013. فبالنسبة للمنافسات كانت دائما تجرى في السنوات للعدد ديالها بيغ إلى حدود 1900.